نور، مثل ما تابعنا رح نحكي عن ضغوط العمل، وضيفتنا الاختصاصية سلام قاسم، اختصاصية نفسية، رح نحكي أكثر معاها ونتعرف طبعا على هذا الموضوع ونصائح بتخصه. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم يا رب، وصباح كل شيء اللي عم يشاهدنا بهالصباح الحلو من هالمكانة فأجمل. يسعد صباحك. يعني خلينا نبدأ هيك ونحكي شوي اليوم موضوعنا. يمكن كل المهن صارت ممكن تشترك بهذا الموضوع، كل حدا على حسب أكيد وظيفته ومهنته. ضغوط العمل، إذا بلشنا إمتى بنقول أنه هذا الشخص عم بيمر بمرحلة فيها ضغوط عمل؟ هلأ بالحقيقة نحن ما في حدا ما عم بيمر بضغط العمل، وخصوصي بالوقت الحالي اللي والأزمة الاقتصادية اللي عم تمر فيها البلد. هلأ أنا لحتى أحكي عن ضغوط العمل لازم أعرف شو هو ضغط العمل. هلأ ضغط العمل هو الضغط النفسي، فيني أقول عنه، يلي بيمر فيه الفرد، وهذا الضغط النفسي بيكون نتيجة عدم التوافق بين حجم العمل يلي عم يلقى على عاتق هذا الشخص وقدراته. فهون عم تكون القضية قضية نسبة وتناسب. عم بيكون عنا حجم عمل كتير كبير، شو بيتطلب؟ بيتطلب جهد أكبر، وبتبلش الكرة بقى وبيدخل بدوامة. عمل كتير جهد أكتر، فهون شو بصير عنده؟ بصير عنده ضغط نفسي وتوتر كتير كبير. وهالضغط النفسي والتوتر طبعا رح ينعكس عليه، رح ينعكس على المحيطين فيه، رح ينعكس على المؤسسة اللي بيشتغل فيها، وبالتالي رح ينعكس على المجتمع بشكل عام. لحتى أقول كمان إنه في ضغط في العمل لازم يكون في مقومات لهذا الضغط أو مكونات أساسية له. هالمكونات هي ثلاثة، بتكون ما بين المسبب، شو السبب يلي أدى لحتى يصير أنا عندي ضغط، لحتى يصير عندي هالضغط النفسي اللي عم عاني منه، لحتى يصير هالتوتر، هالاكتئاب، هالمشاكل يلي عم عاني منها. بالتالي كمان بده يكون عنا في استجابة، يا ترى ردة الفعل هي واحدة بين كل المتلقين، ردة الفعل رح تكون كيف؟ رح تكون طبعا مختلفة بين شخص وآخر، استنادا لشخصية هذا الشخص وقدراته وطبيعته وتكوينه. بالتالي رح يكون عندي العنصر الثالث واللي هو كتير مهم، هو رح يكون التفاعل. كيف رح يكون التفاعل مع هالمؤثر الخارجي اللي إجاني اللي أدى لضغط نفسي عندي؟ يا ترى كيف السلوك اللي رح أتصرفه؟ كمان هذا السلوك هون كمان بيكون مختلف ما بين شخص وآخر. فالسلوك الصح طبعا بيؤدي لنتيجة صح، والسلوك الغلط يلي بيقوم فيه الفرد طبعا شو رح ينعكس؟ رح ينعكس عليه هو نفسه وعلى المكان يلي عم يشتغل فيه، وبالتالي رح ينعكس على المجتمع بشكل عام. أستاذة سلام، تعرفنا مع بعض ببداية فقرتنا من خلال المادة اللي كنا عم نتابعها أنواع ضغوطات العمل. يعني خلينا نحكي في أنواع لضغوطات العمل اللي بيتعرض لها الشخص، خلينا نحكي عنها بشكل موسع أكثر، وكيف فينا نتغلب عليها؟ لأنه أحياناً البيئة والمحيط كمان بيشرض عليك ظروف حياتية معينة كمان بتأثر من ناحية ضغط العمل بشكل مستمر. أكيد هالحكي. هلأ نحن في عنا ضغط داخلي بيكون عند الإنسان، هالضغط هذا بيكون نتيجة عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة بقدراته. كمان عندك هذا الضغط الداخلي كمان بيكون له أسباب كتير كبيرة، إنه نحن بنعطيه عمل ما بيتناسب معه. هذا الشيء اللي عم نعطيه نحن هون رح يصير عنده مثل إنه شرخ كتير كبير بين الشيء اللي بده يؤديه والقدرات اللي عنده. يعني لكل إنسان طاقة معينة، يعني كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن لما نكلفه فوق طاقته أكيد رح ينعكس عليه سلبا ورح يكون عنده أعراض. بس يمكن هون إذا بدي أضيف شغلة، في كتير من الناس تشتغل بالمجال اللي بتحبه، بس عم نحكي يمكن العمل لفترات طويلة مع ظروف الحياة اليومية هي عم يكون في عليهم ضغط كتير كبير، ما عم يكون الإنتاجية بنفس المستوى السابق، ما عم يكون المتعب العمل مثل قبل. يعني عم يفرض عليهم يمكن الحياة المعيشية العمل لساعات طويلة مشان أنا كمان بالأخير يكون في عندي مصروف مادي أقدر من خلاله كفي حياتي المعيشية. أكيد هو هذا الشيء كمان نحكي فيه نحن، أنه في شيء ضغوط خارجية كمان هي بتكون بتأدي لهالشيء اللي عم نحكي فيه نحن، لضغط العمل، للتوتر اللي عم بيكون، وللاحتراق الوظيفي. فأنا لما بعطيه عمل كمان أنه الإنسان المناسب في المكان المناسب، لما أنت عم تحطي شخص بمكان غير مناسب وعم تعطيه حجم عمل ما بيتناسب مع قدراته، فهون طبعا شو كمان رح يصير؟ رح يصير عنده هذا الضغط اللي نحن عم نحكي عنه. أما لما بيكون الإنسان عم يشتغل عمل هو بحبه متناسب معه، رح يحسن ينظم هذا العمل ورح يحسن يقوم بأدائه بشكل جيد وكتير حلو. يعني مثلا رح مثل لك إياها مثلا هلأ بالعضلات. هلأ العضلات لما نحن منشدها كتير 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 أكيد رح تتمزق، وكمان هيك الحالة النفسية
للإنسان، لما كتير أنت بتعطيه ضغط كتير وبتشديه كتير وبتلزميه فوق طاقته كتير، كمان هون رح يصير عنده هذا التمزق ورح يصير في عنا شيء اسمه احتراق وظيفي ضمن العمل. بالمقابل في عنا شيء نحن أنه ممكن يقوم فيه بالإدارة، الطاقم الإداري. هلأ كتير حلو لما أنا بيكون علاقة متبادلة ما بين المدير وما بين الموظفين، لأنه الإدارة هي ما نتسلط مثل ما بينفهم عند البعض طبعا، لا هي الإدارة فن. أنت لما بتاخدي وبتعطي مع الموظف اللي عطيتيه حجم من العمل زيادة، فهو لما بيحكي وبينفس عن الشيء اللي عنده، هذا التنفيس الانفعالي اللي قام فيه الموظف أو الفرد اللي ألقى على عاتقه هذا العمل أو الكم الهائل من العمل، كمان هون هذا التنفيس بيحل نص المشكلة اللي هو عم بيعاني منها. بحس إنه حدا واقف جنبه، بحس إنه مديره بالشغل عم بيقدره. كمان أنا لما بحسن أتعامل مع الموقف إنه تكون الرواتب كتير إيجابية وكتير جيدة، يا أخي لنترك الراتب على جنب لنعطي علاوات مثلا إنه هالشخص هذا إنه تميز بعمله. بالمقابل لازم يكون في تساوي، لازم يكون التميز هو للأفضل وليس للأقرب لي. فكمان هون هذا شو بيعمل عندك انت؟ بيعمل عندك انه في يصير توازن انفعالي بحياتك، بيصير توازن ما بين عملك وما بين عملك بالبيت، عملك بحياتك، عملك ضمن مجالك، بالتفاعل مع الاخرين. هالتوازن هذا بيخلق جو من بيئه العمل اللي هو جو جيد، فانت بتنجزي بشكل جيد. كمان انا ليش عندي ضغوط خارجيه بتكون كمان بتسيء لي الظروف؟ كمان انا ما فيني مثلا اذا قاعده على كرسي وبجو كتير شوب وعرقانه وبدي انجز عمل بشكل كتير جيد ومتقن، كمان لا هذا ما بيصير. لازم يكون جو العمل، مكان العمل كمان يكون كتير متناسب. حتى القعده يلي بقعدها انا ورا طاولتي ورا اللابتوب ورا او العمل الاداري اللي عم قوم فيه او اي عمل ممكن كمان كتير مهمه الجلسه. فهالتناقضات هي اللي عم بتكون ما بين بيئة العمل وما بين الشخص بحد ذاته، كمان هذا عم يعمل ضغط نفسي كتير كبير، عم بيأثر على الإنتاج. وبتلاقي هو ما أنا له مصلحتي أنا ولا مصلحة البلد ولا مصلحة أكيد الموظف. بالنهاية اليوم حكيتي عن عدة خلينا نقول ظروف أو أنواع حتى من أنواع الضغوط اللي ممكن يتعرض لها أي شخص عم يشتغل، ظروف خارجية وظروف داخلية. حكيتي عن المسؤولية وتحمل المسؤولية، لازم نميز بين الشخص كل شخص شو الطاقة اللي ممكن يتحملها. بنشوف بعض الأشخاص من اللي ما بيقولوا لا، يعني دايما ممكن تعمل هاي المهمة، ايه ممكن تساوي، ولكن مع تراكم الوقت بيلاقي حاله مكلف بكتير أعباء وعليه كتير ضغوط حتى ولو هو كان عنده قدرة. خلينا نحكي أيضا كمان هون على جزء من الموظف نفسه اللي هو بيكون بيحب عمله فبيعطي بطريقة بتأدي لهذا الضغط وبتأدي لهذا الاحتراق الوظيفي. هلأ كتير مهم أنه الإنسان يتعلم كيف يقول لا، ويقوله طبعا بلباقة باحترام. فلما أنا برفض شيء معين مو معناته أنا إساءة لرب العمل أو للعمل بحد ذاته، بالعكس هو احترام. لحتى أحسن أنا أدي العمل على أكمل وجه لازم أكون أنا متقبلة هذا العمل. فالفرد لما بيتقبل العمل يلي عم يشتغله وبشكل يتناسب مثل ما ذكرت أنه كتير مع قدراته وطاقته، كمان بده يكون متناسب في المكان يلي هو وجوده، بالمكان يلي عم يشتغله بده يكون مناسب لهذا العمل. فهلأ أنا لما بقول طبيب عنده ضغط في العمل، توتر في العمل، هذا الضغط والتوتر أنا ما فيني أقول أنه هو نفس الضغط اللي عم بيعاني منه مثلا شخص محاسب بيشتغل بعملية المحاسبة، وبالتالي الضغط بالأرقام والتوتر اللي عم يشتغل فيه المحاسب مو نفسه اللي بيعاني منه الطبيب. صحيح. فكل إنسان معاناته على هوى عمله والمكان اللي هو انوجد فيه. مشان هيك لازم يكون الإنسان الصح في المكان الصح، لأنه لما بيكون الإنسان الصح في المكان الصح بيحب عمله، بيعرف شو عم يشتغل، وحتى رب العمل بيعرف شو كلفه مهام. أما لما بيكون بغير مجال وبعيد، هذا لحاله رح يعمل له كتير ضغط نفسي. فهالضغط النفسي هو كمان رح ينعكس بحالات كتير سلبية. رح يكون عنا حالات نفسية، رح يكون يعاني من قلق، رح يعاني من توتر، رح يعاني من اضطرابات في النوم، لأنه كمان اضطرابات النوم بتؤدي لعدم التركيز، رح يجي على شغله لحد كمان هالشخص ما رح يعرف يركز. فنحن رح ندخل بدوامة، وهالدوامة هي رح تتوالى، فرح تكون النتيجة هي إساءة للجميع. وبالتالي كمان رح يكون في آثار جسمية رح تنعكس يعني بالأخير. صحيح. تماما. هلأ بالأخير يعني أنا بحب أقول شغلة كتير مهمة، إنه ما في شيء بيستاهل إنك تروحي صحتك مشانه ابدا، ما في شيء بالدنيا. وهي فعلا جمله صحيحه، بس قديش قادرين نحن بالاخير؟ شعب العربي شعب عاطفي، يعني بالمطلق نحن شعب عاطفيين. هذا الكلام يمكن كثير من الناس بتقول لك مزبوط، بس ما بقدر انا نفذه على ارض الواقع، لانه نحن بالمطلق عاطفيين، يعني مشاعرنا هي بتتغلب بشكل اساسي على عقلنا. بس اذا بدنا نحكي عن عوامل اساسيه هلا ذكرناها، نحن ذكرنا بيئه العمل
إدارة العمل والظروف الحياتية اليومية، يمكن هذا المثلث بشكل عام بيأثر على نفسك جسدياً فينا نقول ونفسياً بالعمل. خلينا نعطي بعض الأفكار مثلاً والحلول لبعض الناس اللي عم تتابعونا، كيف فيني أنا أتحدى ظروف عملي؟ مثلاً البيئة مثل ما قلتي ممكن تكون البيئة مش مناسبة، بس هي المفروضة علي. ممكن الإدارة طريقة تعاملها مش صحيح معي، كيف فيني أنا نوعاً ما خلي هاي الإدارة تنتبه لبعض التفاصيل المعينة؟ الظروف اليومية الحياتية المعيشية الاقتصادية كمان هي جانب أساسي بتأثر. بعض الأفكار البسيطة اللي فينا نوعا ما نحن نتخذها بحياتنا اليومية لنقدر فعلا تاني نهار نروح على الشغل مع ابتسامة بسيطة هيك تخليني أنا مبسوطة وأنا فايتة على الشغل أنه أنا اليوم بدي أشتغل شيء حلو. أول شيء هلأ فيني أنا أقولك أنه نحن أنه كتير النق كتير والشكوى كتير كمان هذا غير مقبول أبداً، يعني لأنه بتدخلي بس كمان هذا المحيط كله ياتي تماماً. مثل ما قلتي أنه نحن عاطفيين، بس نحن لازم كمان الإنسان بالتدريب، في شيء اسمه تدريب، في شيء اسمه تنمية مهارات. أنا لما بدرب حالي على كيف أتعامل مع ضغوطات العمل أكيد بحسن أوصل لنتيجة. بعدين كمان بحب شير أنه مو دائما ضغط العمل هو بيكون دائما سلبي، ممكن شيء معين يكون منه إيجابي، رح أقول لك شلون. هلأ هيك حكينا ثلاث عوامل، يعني في ممكن يكون هيدا العامل هيدا العامل، مش في عدة عوامل تلعب دور يعني. عندك كمان تنظيم الوقت كمان أنا لما بعطي الأولويات أنه في شيء أهم وفي شيء بدرجة تانية بعد، يعني بناخذ الأهم في الأهم. أما أنه أخبص الأمور ببعضها كلياتها كمان هذا بيعمل توتر وقلق. هلأ الفكرة اللي كنت عم أحكي فيها كمان أنه لا، لازم نتعلم نحن كيف نرفض ونقول لا. بالتالي لازم أنا دائما لما بكون بمجال عملي وفي عندي توتر وبيئة مثل ما حكينا أنه ما أنا ظابطة أبدا وظروف عمل سيئة، دائما أتخيل صور جميلة أنا وعم أشتغل. بعدين الإنسان هو دائما فترة التركيز عنده يعني ما بتكون أكثر من 90 دقيقة، فلما أنا بكون عم ركز وصار عندي توتر وتشتت لازم أقوم من المكان اللي أنا قاعدة فيه بمكان عملي مهما كان، أنه ما أقعد بنفس المكان. حتى لما بدنا ناكل الفطور أو أي وجبة مثلا سناك أو غيرها أثناء الدوام، ما في داعي أنه أنا أكلها أنا وقاعدة بنفس المكان، لا قوم واتحرك. فهذا كمان كتير بيساعدك، يعني أنه ما تقعدي أكثر من 45 دقيقة بنفس المكان ورا طاولتك أكثر من 45 دقيقة، كمان هذا بينعكس عليكي كمان أنه ممكن يعمل أنه توتر. هلأ الفكرة اللي بلشت فيها وحابة كمان وصلها للمشاهد أنه قليلا من الضغط النفسي هو يعطي شيء إيجابي. الإنسان أنا لما بحطه بمكانه المناسب أول شيء، ثاني شيء عم يشتغل عمل بحبه، ثالث شيء صار عنده ضغط من حجم عمل كتير كبير، بس هالشخص هذا هو متقبل عمله لأنه بحبه هو مناسب لإله، ما عطيته عمل بعيد عنه كتير، فهذا الضغط شو بيكون بالنسبة له؟ بيكون بالنسبة له حافز. تماما، بيكون بالنسبة له حافز على الإبداع والابتكار، فبيكون تحدي، فبيتحدى الضغط يلي عنده كتير كبير وبينجز وبيعطيكي أكتر. أما يلي عم بيصير بالواقع أنه في ناس عم تنوضع بأماكن هي مانا أماكنها ومانا إلها، فهون ما عندهم استعداد يتحملوا الضغط يلي جاي العمل، لأنه بالأساس حجم العمل العادي الملقى على عاتقه هو ما قدر يعمله. فأنا كيف بدي أعطيه كتير وهو لا حابب العمل ولا مناسب لمكان لهيك العمل؟ بيأثر عليه، بيصير في حدا عليه ضغط زيادة ليكمل شغل الآخر يعني. أكيد، فبصير في ضغط كتير. بعدين كتير حلو أنه نحن بمجال بيئة العمل تكون علاقاتنا جيدة مع بعض، لما بيكون الوسط المحيط علاقتك مع رفقاتك كتير حلوة، علاقتك مع الإدارة حتى لو كان الإدارة ممكن يكون إنه هو سيء، ممكن يكون ما كل الناس بنفس السواسية، ممكن يكون عنده تصرف معين، ممكن هالشخص هو كمان أنا أعطيه أعذار، ممكن يكون ملقى على علاقات جميلة بتعطيك طاقة إيجابية نوعاً ما، ممكن يكون هو على عاتقه في ضغط كتير، في عليه مثل ما علينا نحن ضغط، كمان هو ممكن يكون عليه ضغط كتير، ممكن يكون ضغط البيت ينقله للشغل. هي كمان من أحد المساوئ يلي كمان منوصي فيها الفصل، فصل التام ما بين الأعباء المنزلية وأعباء العمل. أنا ما في داعي أنه نحن أعباء الشغل ونقعد نحكيها بالبيت، أو أعباء البيت نقعد نحكي بالشغل قصصنا وحياتنا الخاصة. ممكن الإنسان يكون له صديق مقرب كتير ممكن يفشله خلقه، لأنه هذا كمان كتير منيح التنفيس الانفعالي مثل ما ذكرت بالبداية، لأنه بحد ذاته بحل نصف المشكلة، بس يعني مو نحن نقعد ونشكي بكل الوقت. هلأ أنا وسلمى يعني بما أنه بالشغل زملاء، كيف بننفس؟ نعمل تليفون تليفون مساعي تفريغ طاقة يعني كمان نصائح ممكن كتير مهمة قدمتي لنا إياها اليوم، وعن جد لازم كلياتنا هيك نعمل وقفة مع ذاتنا ونشوف كل العوامل اللي والابتسامة كتير مهمة ما بنحب ننساها أكيد. كمان تعطي طاقة إيجابية. معنا سلام القاسم اختصاصية نفسية، شكرا. الله يخليكي وشكرا لكم وشكرا لكل عم بيشاهدونا. شكرا لك ست سلام القاسم على وجودك معنا.